الأهلي في المربع الذهبي لمونديال الأندية، دي الحقيقة اللي لازم نفتخر بيها مهما كانت النتيجة، سواء المركز الثالث أو المركز الرابع. صحيح خسرنا وخرجنا من بطل أوروبا وغالبا هيكون بطل العالم 2-0، طبعا ما قدمناش أي جانب هجومي وده طبيعي ومتوقع. أي حد يقولك غير كده ده بينظر عليك، ولو هو كان الأهلي هاجم وخسر بسكور كان هيحفل عليك أو هيقول للنادي الأهلي إنه كان لازم يحترم قدراته وقدرات الخصم. بالتالي اللي عمله النادي الأهلي هو عين العقل زي ما بيقولوا، والمباراة الجاية إن شاء الله لو عادلنا فيها إنجاز الجيل الذهبي بالفوز بالميدالية البرونزية إن شاء الله هيكون إنجاز كبير وتاريخي للجيل ده، لأنه يوصل للمركز الثالث من أول مشاركة له. ده إنجاز محترم جدا إن شاء الله يقدروا يحققوه، وحتى لو ما حصلش فما حصلش أي حاجة جدا، وصولك للمربع الذهبي ده إنجاز وشرف في حد ذاته. مفيش أي فريق مصري وصل أساسا لكأس العالم عشان يقدر ينافس أو يقول لك إن أنت كنت تعمل إيه أو يحفل عليك بهزيمة أو بسكور حتى لو حصل، وده ما حصلش. فنحمد ربنا على النتيجة دي، وإن شاء الله كلنا ثقة في الفريق إن هو يقدم أداء مشرف جدا للكرة المصرية قدام بالميراس بطل البرازيل. ولو حصل وكسبنا هتكون لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي يفوز على بطل أمريكا الجنوبية. يلا بينا بقى نشوف الناس اللي مش عاجبها هزيمة الأهلي من بايرن ميونخ 2-0 قالوا إيه ونرد عليهم في الحلقة دي من درع الأهلي. معاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. لا يفضلوا اي مصري ان يبقى النادي يمثل الدوله المصريه ويمثل الكره المصريه يكون صاحب نتيجه سلبيه بهذا الشكل، خصوصا لو احنا اعتمدنا ترتيبات الاتحاد الدولي لكره القدم ان اوروبا رقم واحد وراها امريكا الجنوبيه وراها افريقيا. فالطبيعي ان بطل افريقيا يبقى الثالث العالم. طبعا استاذ شادي بيحاول يقلل من اكبر انجازاتك ويقول لك ان الطبيعي ان بطل افريقيا يكون الثالث بعد بطل اوروبا وبطل امريكا اللاتينيه، لكن طبعا ده كلام غلط من اوله لاخره سواء مقدمات او نتائج. ليه؟ لان المقدمات اللي بيقولها واللي بنى عليها استنتاجه بان الطبيعي ان بطل افريقيا يكون الثالث هو ان ترتيبات الفيفا بتقول انه بطل اوروبا وبعدين بطل امريكا اللاتينيه. ده بالنسبة للتصنيف الرسمي لمعايير فيفا لما كانت بتعمل تمييز الاتحادات القارية في معاييرها. أنا عارف إن الزملكاوي بيتضايقوا من كلمة معايير دي، بس معلش ده نظام اللي العالم كله ماشي بيه يعني. المهم الاتحاد الدولي كان بيعتبر إنه طبعًا أوروبا الأول، بعديها أمريكا اللاتينية، والفترة طويلة جدًا كانت اللي هو الكونكاكاف اللي هو أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي كانوا المركز الثالث، ويجي بعدهم بقى كل القارات سواء بقى افريقيا او اسيا. بالتالي مش ابدا المركز الثالث لافريقيا زي ما استاذ شادي بيقول، وحتى لما حصل مؤخرا تحديث فكان برضو افريقيا في المركز الثالث مناصفه مع اسيا. بالتالي انت منين حسمت انه المركز الثالث لاسيا على طول او لافريقيا على طول؟ بالتالي الكلام ده مش طبيعي ابدا بالنسبه حتى لترتيب الفيفا يا استاذ شادي. نروح بقى للواقع، الواقع بتاع أندية إفريقيا. بطل إفريقيا بيعمل إيه في 15 نسخة سابقة لمونديال الأندية من أول 2005 لغاية دلوقتي؟ طبعًا لسه مش عارفين، الأهلي إن شاء الله هيكون المركز الثالث أو أي مركز تاني. طبعًا نشوف إيه التاريخ ال 15 مشاركة دول، هنلاقي إنه المركز السادس كان من نصيبنا، من نصيب بطل إفريقيا 8 مرات، المركز الخامس 3 مرات، المركز الرابع مرتين، المركز الثالث مرة للنادي الأهلي، والمركز الثاني مرة لمازيمبي. ده أفضل إنجاز تاريخي لإفريقيا. بالتالي النادي الأهلي هو صاحب أول إنجاز لإفريقيا في المركز الثالث في 2006، ومازيمبي هو صاحب أكبر إنجاز في المركز الثاني 2010. بالتالي معظم نتائج إفريقيا هي نتائج للأسف سيئة ما بين المركز الخامس والسادس وحتى الرابع. بالتالي ان انت تقول ان الطبيعي يكون المركز الثالث، لا ده مش طبيعي ابدا، ده يكون انجاز لافريقيا وللنادي الاهلي انه يشرف افريقيا في المركز الثالث. بالتالي انت بتحاول بس تهبط من الاهلاويه وتقلل من انجازهم وتحسسهم ان هو ده الطبيعي. لا، فوز ان شاء الله النادي الاهلي بالمركز الثالث ده انجاز مش ابدا شيء طبيعي يا كابتن شادي.
سبعة كورنر والأهلي ولا كورنر. صفر الكورنر مش بيجيب جوان، لكن يعني الفكرة فكرة وجود إنه في ضربة ركنية أن هناك مشهد هجومي. الأهلي بيعمل مشهد هجومي، ده مش موجود. ده يسيء للكرة المصرية. هو المشهد ده والصورة اللي هم شافوها النهاردة تعبر عن الكرة المصرية. التعبير الحقيقي على الكرة المصرية اللي عمله الكابتن حسن شحاتة كمنتخب مصر، اللي عمله الكابتن محمود الجوهري مع منتخب مصر، اللي عمله كوبر مع منتخب مصر، حتى في مباراة أوروغواي اللي خسرنا فيها 1-0 دي تقدر تقول عليها مصر. لكن إيه اللي عمله النادي الأهلي في المباراتين؟ أرقام سلبية. ما زال شادي عيسى مصمم يقلل من أداء النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي، لكنه لما جاء يقلل من الأهلي أشاد بيه. إزاي؟ بأنه قارن النادي الأهلي بمنتخب مصر. إحنا متشكرين جدا يا شادي على المقارنة دي، لأن أنت ما لقيتش أي مقارنة للنادي الأهلي مع أي نادي مصري بما فيهم فريقك أنت شخصيا الزمالك. لكن لما قارنت الأهلي قارنته بمنتخب مصر. ده القيمة الحقيقية للنادي الأهلي. هو فعلا ما ينفعش تقارن بأي نادي تاني، لكن تقارن بس بمنتخب مصر. المهم لما قارنته قلت منتخبات، طبعا منتخب مصر مع كابتن حسن شحاتة، كابتن محمود الجوهري، وكابتن كوبر. أنت شايف إن المنتخبات دي شرفت الكرة المصرية ومسيرة الكرة المصرية أحسن تمثيل. ماشي، أنا مش هختلف معاك مع أول منتخب، بس منتخب الأسطوري لكابتن حسن شحاتة. المنتخب ده في الفترة الذهبية للكرة المصرية من 2006 ل 2010 قدم أداءات محترمة جدا، وكان له ظهور عالمي واحد بس في كأس القارات 2009. في الفترة دي طبعا قدمنا مباراة ممتعة قدام البرازيل، وكمان كسبنا بطل عالم إيطاليا 1-0، وللأسف خسرنا من أمريكا. بالتالي احنا في بس قدمنا في كأس القارات أداء مشرف أشاد بيه العالم كله. في الفترة دي برضو النادي الأهلي قدم نتائج وبطولات وأرقام بالنسبة للقياسية عالمية. النادي الأهلي وصل للمركز الثالث، ده إنجاز. يعني لو أنت بتقارن بمنتخب مصر فهو ده إنجاز حقيقي، مش مجرد بس أداء مشرف. ولو على مستوى الأداء المشرف فالنادي الأهلي في 2012 قدم أداء مشرف قدام بطل البرازيل، وللأسف خسر في التالت والرابع وبقى رابع المونديال. بالتالي النادي الأهلي في نفس الفترة اللي كان فيها طبعاً الجيل الذهبي للكرة المصرية قدم أداء مشرف ومراكز مشرفة على مستوى العالم. نروح بقى للمنتخبين التانيين، منتخب كابتن محمود الجوهري الله يرحمه ومنتخب كابتن كوبر. نروح لأول منتخب وطبعاً مونديال 1990. في الفترة دي إحنا قدمنا كرة كرهنا العالم في الكرة، كرة دفاعية مملة جداً، يعني لدرجة أن مدرب منتخب أيرلندا، وده الكلام ده بالنص اقتباس من كابتن زملكاوي حضر المباراة دي، قالك أن المدير الفني لمنتخب أيرلندا جرى وراء منتخب مصر وفضل يعني يسيء ليهم ويقول لهم دي مش كورة يا جماعة بتلعبوها. وكان طبعا له رد فعل كبير جدا سلبي على أداء الكرة المصرية الدفاعي الممل جدا في المباراة دي، واللي تعادلنا فيها 0-0. يعني كان ماتش ايرلندا لما جري ورانا المدير الفني جاكي تشارلتون في الاوضه جوه لما شتم شتم زهقنا في عشت لانه الماتش خلص 0-0. قال لك انا ما بلعبش كوره، قال ما فيش، ما كانش فيه كوره يعني الماتش ده. يعني نزل بجد جالكوا في الاوضه؟ جري ورانا، جري ورا انا واحمد رمزي والله، انه معترض على طريقه اداء منتخب مصر. بالتالي ان انت تحاول تقول انه اداء منتخب مصر مع كابتن محمود الجوهري في المستوى العالمي، طبعا كل احترام لكابتن محمود الجوهري من المدربين الاساطير في الكره المصريه، وواحد طبعا من اساطير النادي الاهلي، لكن احنا بنتكلم على تقييم الكوره، تقييم فن الكوره، فلا طبعا كان اداء دفاعي معروف جدا، وفي كاس العالم تحديدا كان اداء ممل جدا بشهاده الاعلام العالمي ومدربين الفرق الاخرى. نروح بقى للمثال الثالث وهو منتخب كوبر في مونديال 2018، وتحديدا مباراة أوروغواي اللي انت ضربت بيها المثال في الأداء المشرف. في المباراة دي منتخب مصر صدق أو لا تصدق ما أخدش أي ركنية يا كابتن شادي. انت جاي مع النادي الأهلي تقول الأهلي البايرن 7 ركنيات والأهلي ورا ركنية، وبالتالي الأهلي ملوش أي حضور هجومي وبالتالي الأهلي سيء. لكن بشوف ان منتخب مصر قدم اداء كويس جدا في مباراه اوروغواي، المباراه اللي كان بطل مصر فيها هو حارسنا محمد الشناوي.
حارس مصر هو كان رجل المباراة في المباراة دي. بالتالي لما يكون رجل المباراة هو حارس مصر يعني ده أداء دفاعي، أفضل لاعب هو حارسك، بالتالي أنت ما قدمتش أي برضو أداء هجومي. فإزاي أنت مع منتخب مصر شايف الأداء الدفاعي شرف وممثل تعبير كويس على الكرة المصرية، ولما النادي الأهلي يقدم استثناء وحيد في كأس العالم بأداء دفاعي قدام بايرن مرعب أوروبا كلها، فأنت شايفه ما شرفش الكرة المصرية. ده طبعا تناقض واضح جدا وقعد فيه يا أستاذ شادي. ونوير ساب مرماه وراح كان ماسك كهرباء. بص يا شادي، نوير ده أحسن حارس في العالم ومعروف إنه له ستايل خاص جدا بيه، ومعروف برضه لأي متابع كورة لو جبت أصلا عيل صغير تسأله هتلاقيه عارف إن نوير بيتقدم لنص ملعب الخصوم مهما كان اسمهم إيه، حتى مع منتخب ألمانيا. فالموضوع مش استهانة ولا تقليل من النادي الأهلي. فلو أنت أول مرة تشوف بايرن ميونخ وأول مرة تشوف نوير، فالمفروض تشكر النادي الأهلي إنه خلاك تشجع وتشوف منافسين بالمستوى ده. اما لو بتهزر وبتقول كلام بتقلش يعني، فطبعا انا بسيب للمشاهد تقييم مستوى الكوميديا عندك، دي حاجه تخضع للاذواق الشخصيه، كل واحد حر يقيم الكوميديا عندك. يعني عايزين يهاجموا يتغلبوا 8 برضو؟ لا، ما هو عندهم رغبه في احراز اهداف. الرغبه الاهلي ما عندوش رغبه، ما عندوش حاجه خالص. لو الزمالك في نفس وضع باللعيبه دي بكل اللعيبه اللي كانوا موجوده زي نهائي افريقيا، لا احاول انه احرز اهداف وبليه شخصيه. لا، قد ترى ان الزمالك هيكون افضل، ولا هي كده كده الكره هو ممكن الكره يبقى الافريقيه أفضل. ممكن يبقى افضل، لكن مش معنى ان النتيجه تبقى غير. ممكن يبقى عنده اداء هجومي افضل شوية. يعني ايوه، لان جوده لعيبه الزمالك مع احترامي الشديد والله الاهلي ما عندوش حاجه خالص، لكن الزمالك هو اللي كان هيهاجم البايرن. الاهلي اساسا اللي ما عندوش حاجه خالص ده وصل للبطوله دي على حساب الزمالك وعلى حساب لعيبة الزمالك. انت عمال تقول عندهم شخصية وعندهم جودة أفضل من لعيب الأهلي. لعيب الأهلي هي اللي صمدت في النهائي لغاية الدقيقة 85 و45 ثانية وسجلت القاضية. بالتالي الأهلي عنده كل الخبرة وكل الشخصية إنهم يفوزوا على الزمالك ويوصلوا للمستوى العالمي ده. أي تقليل من النادي الأهلي مرفوض، خصوصا من فريق كان بيدافع قدام الأهلي في 2020 في السوبر المحلي. الزمالك ركن الاتوبيس قدام النادي الاهلي، فطبيعي كان هيركن اتوبيسين قدام البايرن. الاهلي قدم اداء استثنائي قدام البايرن. الاهلي اداؤه دايما هجومي، دايما عنده الحافز الهجومي ودايما بيهاجم، لكن قدام البايرن اللي بتنهار قدامه الانديه العالميه طبيعي الاهلي يتحفظ تماما قدامه. لكن الزمالك كان بيتحفظ قدام الاهلي، بيتحفظ قدام النجم الساحلي، بيتحفظ قدام نهضه بركان المغربي. الزمالك ما عندوش اي حاجه غير الشعارات، الشعارات والتنظير على الاهلي العالمي اللي بينافس انديه عالميه وطبيعي يتحفظ قدامها. لكن الزمالك بيتحفظ قدام الاهلي ويرجع يقول الفن والهندسه. لما توصل للمستوى العالمي ده بعد الخير عنك يعني، ابقى قول لنا وقتها وورينا وقتها هتعمل ايه قدام فرق عالميه وفرق مرعبه زي بايرن ميونخ. الحقيقه ان النادي الاهلي من الشوط الثاني في مباراه الدحيل ويقدم كره تسيء للكره المصريه. المره دي مش انا اللي هرد، لان ردي هيكون راي اهلاوي وصوت اخر زملكاوي. تعال نشوف لعيبة عالمية أكيد فاهمين كورة أكتر مني ومنك بيقيموا وشايفين النادي الأهلي إزاي. لعيبة عالمية زي كاكا الأسطورة البرازيلية وسيزار وماسكيرانو كلهم أشادوا بأداء النادي الأهلي وإنه شرف الكورة المصرية. وكمان لاعب بايرن ميونخ نفسه مولر قال إن النادي الأهلي هو بايرن ميونخ مصر. لاعب زي ده مش هيوصف النادي الأهلي بوصف باسم نادي الا وانه محترم وشايف النادي الاهلي نادي كبير في اقليمه ومصر وقارته قاره افريقيا. بالتالي النادي الاهلي كبير في اعين الانديه واللعيبه العالميه. النادي الاهلي ما قدمش اداء خارق واداء ما حصلش، لكن اللي قدمه هو المتوقع من بطل افريقيا قدام بطل اوروبا وبطل العالم. فالاهلي ابدا لم يسيء للكره المصريه، ما قدمش حاجة خارقة، لكن قدم المتوقع، والمتوقع ده ما يسيش أبدا للكرة المصرية قدام بايرن ميونخ.
الخلاصة إن جمهور الأهلي متقبل، مش هقول فرحان، لكنه متقبل ومتفاهم الهزيمة 2-0 أمام البايرن بسبب الفارق الكبير بين الناديين، سواء فنياً أو بدنياً أو إمكانيات، كل حاجة الفارق كبير لصالح البايرن، وهو نفس الفارق في وقت من الأوقات بين الأهلي والزمالك، لدرجة إنه الزمالك بجمهوره بإدارته بلاعبته كانوا فرحانين بسبب الهزيمة 2-1 بس أمام الأهلي في نص نهائي أفريقيا 2005، والزمالك صرف مكافأة إجادة للاعبيه بسبب الهزيمة دي قدام النادي الأهلي. النتيجة مش وحشة، لا فريق ماتش 10-10 النهاردة ماتش، واحنا هنشجع الزمالك على طول. حرس الحدود كسبة الفرقة دي 5، الأهلي معرفش يعمل معاها حاجة، الزمالك هو الزمالك. الأهلي حقق بأقل مجهود ممكن مع احترامي للزمالك قدر يفوز بالمباراة، والملفت إنه إدارة الزمالك صرفت مكافآت للعيبة بعد الفوز بعد الخسارة 2-1، يعني اعتبروا إنه 2-1 نتيجة منطقية قدام الأهلي يمكن للفوارق حاليا. فأنا متفاهم الفارق الكبير بين الفريقين بايرن والنادي الأهلي، الفارق كبير جدا زي الفارق بين الأهلي والزمالك في الحالة دي، فبرضو أنا متفاهم إن الفرحة كبيرة جدا من بعض الجماهير الأخرى بسبب هزيمة النادي الأهلي من بايرن في بطولة عالمية هم عمرهم ما حلموا حتى يوصلوا لها ولا هيوصلوها إن شاء الله. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.